في الفيديو اللي بعده؟ اتفضل. اللي بعده عندنا احنا في مصر بيسموه مهرجانات ومش عارف ايه وكده، في بره في امريكا اسمها البلاكات، اللي هم النجر، اللي هم الناس السمر دول، دي بالنسبة لهم دي بلاكات، هتلاقيها حتى مزكتهم. بس طبعا هم عشان عندهم إلكتريك ساوندز أكتر وحاجات كتير، يعني عندهم حاجات يعني أقوى من عندنا، فتلاقي عيني هم طالعين هناك بشكل غني وإحنا طالعين هنا كأن إحنا بخبط في الحلل. بصي، هو لون من الألوان اللي طبيعي جدا جدا مع الموضة إن أنت بتسمعيها، يعني انت حتى لو انت حبيت انك ما تسمعيهاش هتلاقي الشارع فارضها عليكي، فاذا ده نجاح. بس هو تقدري تقولي موضه، او تقدري تقولي ان الولاد عملوا حاجه فضربت فالناس كلها بتسمعها فمش عارف ايه. انا مش حاطه اسم المهرجانات تحت لاين معين. قالوا عنك يا أمينة إنك بتغيري من نجاح مطربين المهرجانات. خالص، أبدا. طيب بالعكس، ما بتغيريش من حد خالص. خالص عمري ما عندكيش أي غيرة من أي حد على الساحة الفنية أبدا. لا 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 لا, لا خالص. إزاي يا أمينة؟ بس أنا هقولك على حاجة، عندنا ربنا خلقنا بفطرة الغيرة، إزاي لا. أنت بتغيريش من أي حد؟ بصي أنا هقولك على حاجة، الغيرة حاجة، المنافسة حاجة، أنا ما بغيرش من أي حد بدليل انا بطلع اغني كل اغاني المهرجانات دي، لو بضحك في الفرح وبهزر في الفرح بغنيها على فكره، يعني لحد لا وتبقى معديه والحاجات دي، لحد تبقى العب يلا اشرب يلا مش عارف ايه، لحد محمد رمضان ده اخويا وحبيبي اللي اتصل بيا مخصوص قال لي انا عايزك تغني لي المقدمه بتاعت انا لو 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 لمحت هينا ونو، كل الحاجات اللي بتاكل مع الناس بالبلدي كده بتاكل مع الناس انا معاها في اي حاجه، عمري ما غيرت من اي حد. طب انت بتعرفي تغني مهرجانات؟ طبعا. انا لو 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 لمحته هينا ونو عايشه وبيحلو لازم يخاف من العو يا ابني لازم تهبني بلاش تتعبني اكبر ما فيكو بيعرف عرضي بيفلق ويجري الساحه دي بتاعتي وانا اللي شاكمها شعبيه الهيه عمري في ما اسيب حبيبني مش حبيبني لو جربت مش هتسيبني لو فكرت انك تسمعني اعمل سيرش وخش وجبني. برافو. ماشي يا امين. بما انها اغنيتنا يعني. طيب قالوا عنك خلصت، بعد الفاصل شيخ الحاره. اوكي.